استقبل الأستاذ الدكتور أحمد زايد صاحبة السمو الأميرة سرى بنت سعود ابن سعد آل سعود نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحياها الإنسانية، وقامت سموها بجولة في المكتبة تفقدت خلالها قاعة الاطلاع الرئيسية ومكتبتي الطفل والنشء وقسم ذوي الاحتياجات الخاصة ومكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، بالإضافة إلى المتاحف الموجودة داخل المكتبة مثل متحف المخطوطات ومتحف الآثار ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضرت عرض البانوراما الحضارية. وعلى هامش الزيارة شهدت مكتبة الإسكندرية جلسة حوارية للأطفال والشباب حول الذكاء الاصطناعي. إنه لمن دواعي سرورنا في قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية أن نتشرف بلقائكم اليوم في هذه المناسبة التي نعتز بها جميعاً، وهي الزيارة الأولى لصاحبة السمو الأميرة سرى بنت سعود بن سعد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحياها الإنسانية. وإنه لا يشرفنا أن تشهد سموها الجلسة الحوارية مع الأطفال والشباب حول الذكاء الاصطناعي. في إطار الشراكة الفاعلة بين مكتبة الأسكندرية والمجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، تعقد جلسة اليوم مع اليافعين والشباب حول قضية هامة هي الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع خاصة على الأطفال. والذكاء الاصطناعي هو أحد أدوات الثورة الصناعية الرابعة ونتاج التقدم التكنولوجي الهائل الذي يعيش عالمنا اليوم واقعاً وممارسة، ويتطلب منا أن نتهيأ له وأن نمكن أطفالنا منه. إذا قلنا من الذي يتأثر بهذا الموضوع؟ الأطفال أو الأجيال الصغيرة هي أكثر يعني تأثرهم بهذا التطور، لأنه هم أكثر ارتباطاً بموضوع الذكاء الاصطناعي من خلال علاقتهم بالتكنولوجيا ومن خلال علاقتهم بالكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر والموبايلز وكل الأجهزة اللي بتدخلهم على هذا العالم الغريب. فإحنا نحن نحتاج إلى أن احنا يعني نتناقش حول هذا الموضوع ونأخذ فيه أحسن ما فيه وليس أسوأ ما فيه. واهتمامنا بتمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة داهمتنا دون إنذار، فعلينا أن نتعامل معها معاملة جادة بالعلم والثقة، والنظر إلى شبابنا وأطفالنا ونتمسك بأن يكونوا على أحسن قدر ممكن من الإمكانات المعرفية والمهارية لتواجه ذلك العصر. نظمت مكتبة اسكندرية من خلال مكتبة الطفل محاضرة بعنوان إكسير الحياة للصحة النفسية. محاضرتنا النهاردة إكسير الحياة للصحة النفسية بنبدأ بيها من مسار التكوين للإنسان، وبعد كده بنوصل للمراحل اللي ممكن توصل معانا المشروع إلى مشروع إيجابي في تطورات حياتنا الشخصية، وإيه الحاجات اللي ممكن نتفادى بيها العقبات ونقدر نستمر استمرار يحفزنا ويحفز اللي حوالينا على الوصول. بنتطرق لبعض المواضيع التربوية، بنتطرق لبعض المواضيع اللي بتأثر في حياة الإنسان والمجتمع المحيط الأتموسفير كله اللي حواليه. عايزين نتكلم ونركز على جزئية التربية لي، لأن هي اللي بتهيئ الجو لما بنلاقي اللي حوالينا بينجحوا، لما بنفرح بثمرة مجهودنا معاهم، فبنشوف ان ده هو اكبر مثال ممكن انه يحتذى بيه. بنطلع اطفال وبناء ونشأ حتى لو هم مش اولادنا، حتى لو هم اولاد جيراننا او الاولاد اللي هم المحاطين باولادنا، ده هيأثر عليهم برضو بشكل ايجابي. We'll be right back.
استضافت مكتبة الإسكندرية هذا العام ماراثون الإسكندرية تحت عنوان الإسكندرية منارة السياحة والرياضة. نظم هذا الحدث شركة أليكس رانرز بالتعاون مع كل من برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء خبرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة.